مساء الخير عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المروري، برنامج الضوء الأخضر. طبعا اليوم عندنا فقرات متنوعة فيما يخص عمل مديرية المرور على المستوى الميداني على المستوى الإداري. خلينا نروح أنا وياكم نشوف الفقرة الأولى، شنو اليوم عندنا من أخبار مرورية، نشوف الأخبار ونشوف التقرير اللي عدينا لكم إياه ونرجع لكم تفاصيله. يسحب استماره من المكاتب اللي موجوده قريب المديريه بسيف سعد والمكاتب البقيه، بعد ذلك يروح الفحص النظر، يفحص نظر، الفحص يوصلنا بالبريد خلال يومين او ثلاث ايام، يجي يستلم الفحص، بعد ذلك يباشر اجراءات المعامله، يستصحب وياه الهويه بطاقه السكن الاصليات والمستنسخه، بعد تبدا المعامله يمنا اللي هي اول شعبه اللي هي ادخال البيانات، بعدها يروح للتدقيق، بعدها الحاسب الرسم، بعد الاختبار. الاختبار شنو؟ الكتروني؟ شنو؟ عندنا الاختبار الالكتروني والاختبار العملي اللي هو بالسياره. شو ضمن يعني التفاصيل مال الاختبار الالكتروني؟ اسئله، 10 اسئله بالحاسبه عن الاشارات المروريه او ما شابه ذلك. زين، اذا تجديد الاجازه شنو الاجازه؟ تجديد الاجازه ما بيها اختبار، فقط استماره يسحب من المكتب او يسحب من عندنا الاستماره من الدائره، طبعا بالمناسبه الاستماره بلاش. بعد ذلك يفحص نظر، اهم الفحص يجينا عن طريق البريد الرسمي، يباشر نفس الاجراءات فقط خطه ما بيها. زين، اذا كان يريد يبدل نفس الفئه، يعني اذا فئه خصوصي، اذا تبديل فئه يصير تبديل فئه وتجديد يصير، بس لازم يفحص معامله واحده، بس لازم يختبر، الاختبار سياقه اختبار الفئه اللي هو يحتاجها، الاختبار بالضبط يتضمن العمومي، وعندنا الاجازه اللي هي جيم الموجوده بالنظام سي. ايه اساس حويا سياره كبيره اللي هي لوري حتى يختبر بيها. زين، المستمسكات المطلوبه منه شنو؟ الهويه وبطاقه السكن الاصليات ومستنسخات. ومستنسخات فقط بس. طبعا اعزائي المشاهدين، هذا التقرير اللي شفناه، شكر وتقدير للاخ رائد محمد. هذا الموضوع مهم جدا، كثير من الاخوه يستفسرون، كثير من الاخوه يتصلون بينا يناجدوننا من خلال الموقع الخاص باعلام مرور كربلاء وموقع مديريه المرور العامه عن موضوع الاجازات، شنو الاجازات وشنو الاجراءات اللي يسويها المواطن. فشيء مبسط وسريع، اعيد النقاط اللي ذكرهن الاخ رائد محمد. موضوع الإجازة، كل شخص يريد يسحب استمارة يقدر يروح لمكاتب المرور اللي موجودة يعني قرب مدية المرور أو المكاتب ذات العقود المرورية، أو يقدر يسحبها من البيت اللي هي يعني من خلال الانترنت، أو يروح إلى مدية المرور يعني بالمجمع الوطني بشكل مجاني يقدر يسحب الاستمارة وبدون أي مبالغ مالية. بعدها يقدر يروح للفحص الطبي، يكمل إجراءات فحص النظر ويرجع إلى مديرية المرور، يكمل إجراءات إدخال البيانات الخاصة ببطاقة السكن والبطاقة الموحدة أو الجنسية اللي موجودة، جنسية الأحوال المدنية، وهنا أنا راح يدخل بيانات ويتحول إلى الاختبار اللي هو يضمن اختبار السياقة، واختبار السياقة بعدة إجراءات اللي هي اولا عندنا يعني الاسعافات الاوليه، محاضره عن موضوع الحوادث وشنو السائق يقدر يسوي بهاي الحاله اذا صار عنده حادث لا سامح الله. عندنا اثنين الاختبار النظري، وهاي حاسبه بها 10 اسئله من ضمن 500 سؤال، يعني يطلع له 10 اسئله يجاوب عليهن، وهنا اذا نجح راح يتحول للحاسبه، والاختبار الاخير اللي هو قياده المركبه. قياده المركبه ايضا الكتروني، المركبة بها كاميرات، الأرضية بها حساسات، وهنا السائق ممكن مثل ما لاحظتوا قبل قليل بالفيديو اللي ظهر شلون يتحرك ضمن هاي الخطة، وإذا نجح هو النظام من وحدة راح ينطيه إشعار أنه مبروك قد نجحت بالاختبار، وإذا كان يعني رسب أو فاشل فهنا الحاسبة هي نفسها ترسبه، راح يقولوا له يروح وراء ثلاثة أيام ارجع لنا ب يعني باختبار جديد ويتأكد من موضوع الاختبار، وإذا اجتازه هنا راح يروح إلى حاسبة البيمنت ودفع الرسوم. رسوم الإجازة بصورة عامة 80,000 دينار للمرور و30 للخطة و25 للفحص الطبي.
هاي فقط، يعني اي واحد يقول لكم غير هذا الكلام هذا مو صحيح، لان الرسوم اللي مذكوره واللي نعمل بها هذا كل ما يخص اجازه السوق. عندنا التجديد نفس المراحل ما عدا الاختبار، ماكو اختبار بيها، يعني اختبار قياده ما عندنا، فقط يجي يجددها، واذا يريد يبدل فئه يجددها ويبدل فئه بنفس الاختبار الطبي، يعني ما يختبر مرتين، لا مره واحده. اذا كانت باء يضيفون له الاختبار اللي هو الميداني بمركبته، واذا كانت جيم بالاختبار الخاص بالمركبات الكبيره وهي الشاحنات والباصات. وهنا لازم مركبته الخاصه المواطن يجينا ويختبرونه، منتسب يصعد وياه وياخذون الجوله الميدانيه، وبعدها اذا نجح راح يرجع يكمل اجراءاته. هذا كل ما يعني تشمل الاجراءات الخاصه باجازه السياقه. مثل ما لاحظتوا مثل ما شاهدتوا يعني هاي كل التفاصيل الخاصه بالاجازه. اعزائي المشاهدين راح نروح انا وياكم الى فاصل قصير ونرجع لكم بفقره ثانيه مهمه جدا وهي فقره الارشادات المروريه، فلا تذهبوا بعيدا فانتم برنامجنا لهذا اليوم. طبعا الفقره الثانيه مختلفه وهي فقره الارشادات المروريه. اكو كثير من السواق ما يعرف شنو شروط المتانه والامان. اكثر الحوادث هي جزء كبير جدا من عندها سببه هو شروط المتانه والامان بالمركبه. طبعا سوينا استطلاع باحد الشوارع في كربلاء المقدسه، خلوا نروح انا وياكم نشوف الاستطلاعات، نشوف اجابات السواق شنو، وبعدها نرجع لكم بشنو شروط السلامه وشروط المتانه اللي موجوده بالمركبه. الوحده الحزام الامان، شو اسمه المثلث الفسفوري، تتاكد من انه موجود عندك البريك يشتغل، لايتاتك يشتغلن، البريك اللي هو الحزام الحداديه مال السياره، بعد الكهربائيات ماله، المتانه والامان، الحزام الامان اولا، القياده البريك اول شيء تضبطه قبل ما تطلع، الاشاره، الاشاره اهم شيء، الاشاره صح، حزام الامان اهم شيء، زين اي لايت ممتاز زين، ما صحات شكو له عاد حجي حافظين الحمد لله، اقول لك شوي تعبان، لا انه مو حفظ بس انه موجودات في السياره، لا موجودات كل واحد يعرفه يتاكد منهن، طفايه شروط المتانه والامان والامان زين المتانه يعني بالمركبه بالمركبه، المهم سياره المفروض يعني عريضه شوي مرتبه، ف متانتها بالنسبه للشارع يعني اكون مسيطر عليها زين، السياره اكون مكملها من كل امورها يلا تطلع بيها. متانه السياره مثلا حديثه شو اسمه تصير متانه بيها، اي زين بعد اي هاي بعد بس هاي مضبوطه، يعني السياره مضبوطه لازم ضابطها من ناحيه تايراتها جدا تكون، هذا الصيف هذا قبل طقان تايرات، الحفاظ على العبريه اللي وياه. شنو شروط المدان؟ والله شروطها اول حزام الامان، نعم، والتدخين ممنوع بالسياره، والاكل ممنوع بالسياره، اي هو هذا اللي والحيطه والحذر يعني على الشارع العام، لان تدري انت بالاوضاع. اهم شيء بالمركبه هي الحداديه مالت التايرات مالت اعداد الانارات، الأضوية، الإشاير، ممتاز، المر الجانبي، المر الوسط عندنا، إضافة عندنا مثلث لا سمح الله إذا واحد يصير عنده عطل أو بنشر، عندنا مثلث الإشارة هاي كلوحة تحذيرية من بعد. إيش قد صار لك السوق؟ والله تقريبا 2010 تقريبا لحد هذه. ممتاز. شروط المتانة والأمان بالسيارة شنو؟ تاني البريك، نعم، الحزام الامان، المثلث، طفاية مال الحرايق، بعد هواي شغلات يعني مثل ما يعني طفات الحريق، الامان، بس لاني انتباه السائق جيد. بعد عندك جاهز سوق؟ ان شاء الله. شروط المتانه والامان بالمركبه، حزام الامان، نعم، البريك، الاشاره، الإشارات المرورية. شروط المتانة والأمان بالمركبة. بلي. شنو هن؟ حزام الأمان، مثلث فسفوري، مطفأة حريق، سيم سحب، واير سحب، يعني هن ذن المتعارف عليهن يعني.
أعزائي المشاهدين، طبعا موضوع هذا اللي أخذناه هو مهم جدا، وغرامته بقانون المرور غرامة 100,000 دينار. فاللي نتمناه من عندكم، طبعا كثير من الأخوة أكو عندهم إجابات صحيحة، وكثير من الأخوة أيضا عندهم إجابات خطأ. اللي عنده إجابة خطأ خلي يسمع من عندنا شنو هي شروط المتانة والأمان. شروط المتانة والأمان اللي مقصود بها المستلزمات الخاصة بالمركبة. شنو المستلزمات؟ نبدأ من أول شغلة مهمة جدا، وهي صلاحية المحرك اللي موجود، آلية العمل ماله، هل سواء كان يشتغل بصورة صحيحة، بمشاكل ما بمشاكل، يخربط ما يخربط، هاي المشاكل اللي موجودة بالمحرك، فهاي واحدة من شروط المتانة. الماسحات اللي موجودة بالمركبة نتأكد من عدها ونتأكد من صلاحيتها وعملها. الإطارات اللي موجودة نتأكد من العدة مال المركبة. عندنا بعد موجود يعني مطفأة الحريق، عندنا المثلث الفسفوري، عندنا المرآة الجانبية والمرآة الوسطية، الإشارات اللي موجودة اللي هي دبل إشارة اللي موجودة بالمركبة، المصابيح الأمامية والخلفية الستاب، هاي كلها تسمى شروط المتانة والأمان. فاللي نتمنى من عندكم تتأكدون من سياراتكم، على اعتبار اليوم السيارة اللي أمامك إذا كانت الإشارة مالتها عاطلة وبيها مشكلة، فأنت الشخص اللي راح تقود المركبة ما تعرفه وين يريد يتوجه، إنه يمين أو يسار، شنو الإشعار اللي راح ينطيك إياه. فهذه يعني اللي هن شروط المتانة مهمات جدا، فاللي نتمنى من عندكم تهتمون بهن، صلحوهن وتكملوهن بشكل كامل حتى تتفادون موضوع الغرامة، وأيضا تفيدون السواق اللي وياكم بالميدان. هذا الموضوع مهم جدا، نتمنى أنه تطبقونه وتهتمون به. طبعا فقرتنا الثانية لبرنامجنا لهذا اليوم انتهت، ولكن البرنامج بعده مستمر. نروح فاصل قصير ونرجع لكم بفقرة ثانية ومهمة جدا، وهي فقرة الأسبقيات والأولويات، فلا تذهبوا بعيدا فانتظرونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ونكمل برنامجنا لهذا اليوم. طبعا فقرتنا الخاصة بالحوادث المرورية هي فقرة الأسبقيات والأولويات. قبل لا نبدأ بهذه الفقرة، شوف أرقام الهواتف راح تكون أسفل الشاشة، اللي حبي يتواصل ويانا عنده سؤال، استفسار، مداخلة، معلومة ما يعرفها عن عمل مديرية المرور، فإن شاء الله راح نكون بخدمتكم حتى نجاوب على كل الأسئلة اللي راح تطرحوها. طبعا اليوم عندنا حادث مختلف، احنا يعني بكل حلقة يعني عندنا حادث معين ناخذه نشرح عليه شنو الأسبقية اللي موجودة وشنو المشكلة اللي صارت بهذا الحادث. خلينا نشوف انا وياكم شنو هذا الحادث وشنو تفاصيله. أعزائي المشاهدين، طبعا هذا الحادث هو في تقاطع في كربلاء. التقاطع طبعا قبل لا ابدا، الحمد لله على سلامة الطرفين اللي هم صاحب التوك توك والمركبة. هذا التقاطع يعمل بالاشارة الضوئية مثل ما تلاحظون، رقابة الكترونية موجودة. هنا انا عندي هذا الجانب هو باللون الاحمر يعني توقف، ايضا عندي الاشارة بهذا السايد بالتوقف. الاشارة الصحيحة لهذا هنا، هذا الخروج من مركز المدينة باتجاه طريق النجف
وعندنا هذا سايد هو سايد الدخول، وهنا أنا باتجاه منطقة السناتر. أيضا هاي إشارة هنا باللون الأحمر، شوف أصحاب المركبات ملتزمين بتوقفهم بهذه المنطقة. هذا الحادث بالتحديد يتحملوه الطرفين اللي هو صاحب التوك توك وصاحب المركبة الحمل. إذا تعيد لي شوف اثنين هم ملتزموا بالإشارة، هنا أنا ضرب الإشارة، وهنا أيضا صاحب المركبة أو صاحب التوك توك. هنا أنا الحمد لله وشكر مثل ما تلاحظون أنه هو سليم ما بي مشكلة، الحادث بسيط. ولكن البعض اللي احنا ننوه في كل حلقة نقول الإشارات الضوئية هي إشارات مهمة جدا، يعمل بها كل تقاطع موجود في كربلاء أو في المحافظات الأخرى. فاللي نتمنى من عندكم تلتزمون بالإشارات الضوئية. شوفوا هذا الحادث، يعني لا سامح الله لو كانت السرعة شوية أكثر كان صار بي ضرر أكثر، صار بي إصابات وجروح، ولا سامح الله من المحتمل وفيات. فالبعض يجي يصور أنه تقاطع وقت متأخر من الليل، هاي الإشارة أو هذا التقاطع ما بي مشكلة أو يقدر يدخل بشكل اعتيادي ويصير عنده حادث مروري ويروح بي ضحية لا سامح الله. فاللي نتمنى من عندكم تلتزمون، ويكون هي ترى مو فرقها دقيقة دقيقة ونص، والله يحفظكم جميعا. نروح للاتصالات، وعندنا اتصال أول الأخ عابد من كربلاء. السلام عليكم سيدي. كل الهلا بيك، أهلا وسهلا سيدي. بلا زحمة عليك، أنا ذات الأسبوع اتصلت فيك على مستوى الغرامات، اشتريت سيارة سايبر. نعم. من واحد لواحد هسه طلعت، قال لي والله العظيم ما عليها غرامة، طلعت 120 ألف دينار. زين. سيدي هسه ما يقدر لا يدفع لي الغرامه، وانا ما اقدر ارجع السياره اللي صرت عليها وايد، لكن اسبوع قلت لي اجاوبك وما جاوبتني. ليش ما جاوبتني؟ ما جاوبتني والله سيدي. هسه راح نجاوبك، هسه راح نجاوبك حبيبي. اريدك سيدي خدمتك. حرص يعني لا اللي باع ليها ولا صاحبها الاصلي يقدرون يدفعون الغرامه. ماشي بخدمتك حبيبي تومر. خادم ربك. ممنون. الله يسلمك، الله يحفظكم، الله يعزك، كل الهلا بك. عندنا الاخ عبد جعفر. تفضل اخ عبد جعفر. الو. الو تفضل، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. اهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. هلا بك انت واهل بلد كلهم. الله يسلمك على راس عيون استاذ. بلا زحمه عندنا على مود سالفه البردات مال السيارات. نعم. يعني احنا تعرف من مكانات الجنوب، انا اسالك على الجنوب كلها مال بردات، مو بس على بلد. يعني الكوسترات تدن السيارات وتدرب هذا الحار. نعم. يعني اول ما يجي صعدنا بالسياره والدنيا حاره عالق تبريد، والله بدنا نخلي خالي يقول يقص لي وصل 200 ليل. زين. اي فيعني شويه نريد النظر للناس، هو مو للسائق، هو ترى العبريه، العبريه تتحمل الاذيه مال الحار. نعم. فاريد من عندكم شويه يعني تسامحون. وصلت الفكره، الله يحفظك. اي والله شكرا لك. الله يوفقك، ممنون لك. كل الهلا بك عيون، يا اهلا ومرحبا. شكرا للاخ عبد جعفر. عندنا الاخ ثائر من كربلاء. تفضل عزيزي. الو السلام عليكم. يا اهلا ومرحبا. ربي يحفظكم. اهلا وسهلا عمر. سؤال بلا زحمه. خدمتك، اسمعني من التليفون ثائر. عوف نعم التلفزيون. نعم. اسمعني من التليفون مباشر حتى اخذ السؤال من عندك واجاوبك. شنو سؤالك؟ بالنسبه للاجازه اللي يكمل عمره 18 سنه او نعم. الا شهرين عادي. زين. بس هذا السؤال؟ اي والله رحم الله والديك. خدمتك، ممنون. خادم ربه. شكرا للاخ ثائر. عندنا الاخ ابو علي من كربلاء. تفضل ابو علي. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا مرحبا. يا رب يحفظكم إن شاء الله. تفضل عزيزي. مسؤولين على الجهود اللي تبذلوها. الله يحفظكم، كل الهلا بيك، خدمتكم. أمر عزيزي. اسمعني من التليفون أبو علي. نعم وياك التليفون قاعد اسمعك. العفو. إي تفضل. العفو على موضوع الموضوع السائدات الخدمية. نعم. السائدات الخدمية اللي هسه اكو منطقة الزبيدية هناك اكو سيطرة قديمة. نعم. السيطرة القديمة اكو بناية موجودة حاليا، ما اعرف يعني هاي البناية قاعدين مرات فيها الشرطة، اكو يجون يطلعون فيطلعون رون سايد.
يطلعون على بعض السواق السيارات يجون راسها يدخلون بعدين يفوتون يمس على الزبيليه يروحون على شارع الزبيليه. القطع الصبات يعني قصدك اللي يمه التاكسيات؟ لا مو القطع الصبات، الشارع الخدمي السايد الخدمي اللي هم الشارع قصدك مقر الخدمي. مقر السيطرات ماخذ يعني ما مكمل الخدمي باتجاه قبل؟ بالضبط هالشكل هذا يجون يعني من امام الغر البنايه ويدخلون راس سايد يعني تسبب مشاكل هنا هوايه. ماشي بالخدمه. الله يحفظكم ومشكورين. كل الله يحفظك. اهلا وسهلا. هلا ابو علي. عندنا الاخت ام علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا. بتتصل على برنامج الضوء الاخضر. انت على الهواء مباشره تفضلي اخت ام علي. رحم الله والديك. احنا اشترينا سيارة. نعم. اشترينا سيارة من 2014 وهذا الشخص اللي اشترينا من عنده هي من اخذنا كانت محجوزة نشتريها يعني بالاقساط من الشركة. زين. زين. ليه هسه لا نعرفه ولا مسجلة ولا مثبتة ويعني ما عندنا لا رقمه ولا عنوانه. يعني شلون اشتريتوها معي؟ شلون باعكم اياها؟ سوانا اياها بوقتها على الوكالة. نعم. على الوكالة كانت مطلوبة بوقتها بعدها يعني سنة أقطع عليها زي. فهو يتكفل يدفعها من خلصت اتصلنا بي كان يقول إيه هسه بعد مكان غيره والتليفون هم غيره زين هاي السيارة شو نوضعها؟ ماشي بالخدمة رحم الله هسه أجاوبكم خدمتكم الله يحفظكم. شكرا أختم علي. عندنا الأخ حسين من كربلاء. الو السلام عليكم سيد العزيز. يا هلا مرحبا تفضل ابو علي. ربي يحفظك ويخليك يا طيب. الله يسلمك طول عمرك. الله يسلمك رحم الله عليك. عندي ثلاث اسئله فدوه. يا الله تفضل. اول وحده عندي سياره الاجازه العفو السنويه مالتها منتهيه صارت 3 اشهر. نعم. هاي وحده. وادي اشوف عليها غرامه وما عليها يعني فد شيء شياتين هي ما عليها غرامه الحمد لله. زين. فادي اشوف السنويه ايش قد عليها يعني هاي وحده. ثانيا شغله البوبيات ما قاعد تنحل نهائيا يعني شغله تعبانه كلش الرون سايد اللي بيها والله العظيم مو طبيعي سيدي. زين هذا الثلاثه. والثالثه القرارات اللي نشرن على الفيس هل نعم. صحيحه ام طبقت ام لو بعد ما طبقت رحم الله والديك سيدي. خدمتك كل الهلا بيك شكرا لك ابو علي. عندنا الاخ ابو محمد من البصره. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام يا هلا ويا مرحبا. استاذ بدر زعما على مود حزام الامان. نعم. حزام الامان يعني واحد يطلع من البيت يروح للسوق يتسوق يعني لازم يلبسه اهم علي واجب يلبسه. نعم. هاي وحده، والثانيه آه. بالنسبه يعطيك العافيه، الثانيه نوبات نروح نزور للزياره كربلاء نجر. زين. يعني هو احنا ما ندري الشوارع كلها، يعني نوبات نوقف في مكان صعب يعني مكان صعب ما ندري بين هذا المكان ممنوع الوقوف. زين. يعني هم لازم ياخذ غرامه علينا. هسه راح اجاوبك علي ابو علي. تامر. ابو محمد. يا هلا ومرحبا. عندنا الاخ ابو مهدي من كربلاء. ابو مصطفى من كربلاء. ابو مصطفى كل الهلا بيك. تفضل حبيبي. الله يرضى عنك ويخليك. عيني بالنسبه للتجديد السنويه. نعم. تجديد السنوية إذا رقمها بغداد أو غير محافظة. نعم. يصير إن نجددها من كربلاء الحين. سيارة رقم ألماني أو تسجيل قديم. ألماني الرقم ألماني. ايه؟ بس هو رقمه بغداد. يعني مضايقة تعاد روح للمرور هاي. الصراحة أجابك أبو مصطفى بخدمتك. إيه هاي وحدة. نعم. وحدة الثانية. زي. بس لأن الطزات ما شارع ميثم التمر قبل الجسر لو شيلوهن إحنا بخير. وين طسات؟ حاطين طسات مطبات قصدك؟ اي يا حمل ابوك هو شارع الزحام قوه نمشي وهاي اكو سواق يذب كانما جبل حصارس دائما مو تقول طسه بس هي مو عاليه بالعكس اصلا هو مطب انسيابي وبسيط يعني مو صعب عباس العالم تسيمها تنيم السياره يلزم بريك بدنوب صحيح بدون ما يعرف حد هسه راح اجاوبك هسه راح اجاوبك تشيلوهم تخلصونا منهم هسه راح اجاوبك ليش حاطينهم لا تقول لي الناس رادوها هذا اللي رادها فزقان هذا اللي رادها فزقان مو على بالك هو حبا بالسايق يكره السايق هذا الله يحفظكم عيني ابو مصطفى شكرا لك بعد عندك مداخله لو بس دني لا بس دني خلصونا خدمتك يطول عمرك الله يسلمك
هسه راح اجاوبك على السنويات تامر. عندنا الاخ ابو ياسر من بغداد، تفضل عزيزي ابو ياسر. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. شلونك عزيزي؟ اهلا حبيبي، يا هلا بيك، تفضل. عندي سياره وبترة صفراء مال الشركه العامه. زين. اشتريتها انا قبل تقريبا سنه ونص سنتين. نعم. كان عليها اقساط. نعم. هو صاحبها اللي اشتريتها من يمه وفى الاقساط كملها. زين. بس بقت هسه هي على الرقم القديم اللي يسمونه الصدامي. زين. اي هسه بالجديد بهاي الارقام الجديده، يعني انتظر تحويل الارقام لو امشي بالمعامله. هسه اجاوبك بخدمتك. ان شاء الله، الله يبارك فيكم، جزاك. ممنون. عندنا الاخ علي من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ويا مرحبا، تفضل عزيزي. اهلا وسهلا. انا مدرس بحدة المدارس في كربلاء اللي متوسط الفراهيدي، مره جرتنا مره من مرات. اهلا وسهلا، خدمتكم، الله يحفظكم. مدخل باب بغداد. نعم. نعاني معاناه، قبل كانت اكو سيطره ولغوها. كانت سيطره سيطره علينا. الحوادث اللي قاعده تصير بطلابنا فظيعه استاذنا. يعني نعم. اخر حادث اللي صار لحد الان صاحب الدراجه اللي ضرب واحد من الطلاب قبل شهر ونص او شهرين اللي صار. اي والله لحد الان هو بالعنايه المركزه، ما ادري طلع او ما طلع، ما ندري بيها. نعم. فاتمنى، قدمنا طلبات على مود مطب نسوي، قدمنا طلبات. اخر شيء وصلت للمحافظ، قالوا الشغله بيد المحافظ بعد مو بيد. نعم. احد. فكل ممنون استاذ عمار اذا تتوسط لنا وتسوي لنا مطب. انا تواصلت ويا الاخ مدير المدرسه، طبعا تواصلنا انا وياه وتحركنا باتجاه يعني هندسه المرور. نعم. هسه راح اجاوبك شنو المشكله اللي عندنا، اللي هي عائق بوجهنا. هسه راح اكون ممنون استاذ عمار. يا شكرا لك، يا هلا بك، اهلا وسهلا. عندنا الاخت ام حسين من كربلاء. يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا. سيد انا ازحمه عليك، احنا قاعدين بمنطقه الشهداء في السعد. نعم. مقابل الوفاء، شارع 60 مقابل الوفاء قاعدين. نعم. هذا المشروع يعني وايد قالوا عليه طلع كبير، يعني بيتجاوز 63، يعني 63 للشارع. الطريق اللي هو باتجاه الالف دار. صحيح. نعم. الطريق هذه يعني مشروع ايش وقت يعني كبير، ايش وقت كبير، ما يعني بنتاذى من هذا الشيء. خدمتكم، ماشي. شكرا لكم. يا هلا مرحبا. عندنا الاخ حسين من كربلاء، تفضل اخ حسين. انقطع الاتصال عندنا من الاخ حسين. طبعا عندنا مجموعه من الاتصالات اللي هي نبدا باول اتصال اللي هو الاخ عبد، يقول الغرامات وما جاوبتني. لا، احنا جاوبناك بذاك الاسبوع موضوع الغرامات اللي موجود على السياره مالتك، يا اما تجي انت ويتقسط لك موضوع التسديد بصلاحيه مدير محافظه، تسويها على شكل دفعات مو دفعه واحده، هاي واحد. يا اما تروح للمحكمه وتشتكي على الشخص اللي هو يعني مالك المركبه والغرامات بوقته، والمحكمه هي الفيصل بهذا الاختصاص، او يجي هو يسددهن او انت واحد من عندكم، يعني هذا الحل اللي موجود. طبعا عندنا اتصالات، نكمل الاخ ابو علي من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. شلونكم استاذنا العزيز؟ اهلا وسهلا، تفضل عزيزي. طبعا اول ما ندي نحب ان نبارك جهودكم الطيبه بهذا البرنامج، ان شاء الله يحفظكم، العالم كله تستفاد منه. خدمتكم، احنا وجودنا هنا حتى نقدم لكم خدمه ونسمع من عندكم. الله يحفظكم، متفضل ما يمر علي الظالم. عفوا، عندنا شويه في الطلبين بسيطات، ان شاء الله يكون ان يومكم ان شاء الله قدر المستطاع، ما نقصر وياك. عمر حبيبي الله يحفظكم. استاذنا العزيز، الشارع اللي مقابيل فندق القريشي. فندق القريشي. نعم. عندك علم انه حركه زوار وتكون به شويه ازدحامات، فانتم متفضلين جهه فندق القريشي خليتوا في المطبه اضافيه في سبيل السيارات انه ما تمشي مسرعه لان الزوار تعبر من هناك. صح. الجهه اللي مقابلها المطبه القديمه يعني تقريبا مسحوقه. نعم. فيجون اهل السيارات بسرعتهم بها. انا واحد من الناس هذاك الاسبوع يوم الاربعاء الساعه 2:30 الظهر ضربني ابو السياره، سمرني مترتين عن السياره لان ما وقف بالمطبه، لان المطبه ما مديوسه.
هاي راح اسجلها واوصلها لهندسه المرور وخدمتك تمر. الله يحفظكم ويحفظ الله يحفظك وشكرا لك. بالعكس يعني هو هذا احنا انتوا عيوننا بالشارع واحنا ان شاء الله ما راح نقصر وياكم بخدمتكم. الله يطول شكرا لك اخ ابو علي. عندنا الاخ يعني اتصال ثاني من الاخ ابو علي من ذي قار. يا هلا ومرحبا تفضل ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل عيون. موفقين ان شاء الله بالبرنامج. الله يعزك بخدمتك يا هلا ومرحبا. الله يخليك. العفو استفسار على سيارات الحرف فا الحاز الثالث. نعم. شلون اقدر يعني اجدد السنويه مالتها اذا انتهت وعندي وكاله من الحاز الثالث؟ الحائز الثالث هسه راح اجاوبك عليه. اي والله ممنون جدا شكرا لك. موفقين موفقين الله يحفظكم. شكرا جزيلا. عندنا الاخ ابو حسين من كربلاء. تفضل اخ ابو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا ومرحبا استاذ علي عبد الله يرحمه والديك. احنا على مود هذا الشارع يشتغلون هسه جديد مال بين بين جاهز. نعم نعم استاذ. شبيه استاذ الله يرحم والديك ترابك كنا موتنا لا تانكر مال ماي لا دنيا متنا يعني يجي الليل تراب يعني هسه يعني مو تقول يعني هسه مثلا تقول ما ادري ما ادري مين يعني ما ادري والله ما شو شنو فلك ما ادري بين الجاهز والتعاون؟ نعم نعم استاذ هذا كل السيارات استاذ تتعدى من النادي لا مقطوع الطريق وجاي يشتغلون به وبي خدمي وبي شوارع هو شوارع سيدات هواي بي استاذ وجاي يشتغلون بيهم الناس وهذا المشكله اكثر من طريق يعني مو طريق واحد هو وخدماته كامل بي خدمات اتصالات وبي خدمات كهرباء وانترنت ومي ومجاري كلها لازم تكمل وبعدين يلا يكملون مرحله التبليط يعني المراحل اللي موجوده تختلف اخ ابو حسين. ابو حسين احنا قبل كانوا يبلطون الشارع وبعدين يرجعون يحفرونه حاليا الخطه الجديده يعني السيد المحافظ مشكور طبعا لا نعم يكمل نعم. كل الخدمات بعدين يلا يبلط فاللي صار هذا موضوع التاخير اللي بيه استاذ احنا ما نريد بس نريد طلب صغير مع السمكه خدمتك مع المي يطلع انا راح اتواصل ويا المهندس عد اتصال بي ان شاء الله راح نوصل هاي الشكوى تنكر استاذ بس اللي طالبينه من عندكم تنكر مع المي لو يطلع المغربيه بس يرشها مي شويه نرتاح خدمتك طبعا ان شاء الله هاي توصل اخوانكم لا بالعكس أخوانكم بالعكس والله. بخدمتكم والله والنعم من عندكم كبار عندنا ناس كبار استاذ الله شاهد عليه بالله العظيم كذب تنجب بالتراب والله ان شاء الله ان شاء الله هذا الموضوع يتعالج بخدمتك هذا بسيط تامر امر يا هلا بيك اهلا بيك يا ابو حسين. عندنا الاخ موسى من بغداد. السلام عليكم يا هلا ومرحبا اهلا اخ موسى تفضل. سؤالين عندي الاول ما يخص تسجيل السيارات الغير اصوليه. نعم سمعت انه من بعض الاخوان بانه منتهي المده مالتها. زين. ممكن انه تعاد خلال هاي مثلا هالاشهر هاي. قصدك اللي انطوها 60 يوم الفتره قرار 48؟ بالضبط بالضبط. هذا السؤال الاول. زين. ثاني المواطن له حق عليكم من جانب انه مساله يعني حزام الامان. نعم. وغرامه للاخ اللي بصف السائق والسائق. يعني ارجو انه توصلون صورتنا للاخوان اللي مثلا مراجع انه يعيدون النظر قدر الامكان شويه تخفيف الوضع تخفيف الغرامه؟ لا تخفيف الوضع شوي اكو بعض القرارات شوي اكثر بس هو هذا لمصلحه المواطن ليش يعني؟ ما بي مشكله اخ يعني موسى ما مشكله شنو المشكله اللي بي ليش ما يلبس الحزام هو؟ الحزام القرار اللي اعطيته انه يشمل السائق هذا قانون هذا قانون يعني هو الموضوع مو موضوع قرارات جديده يعني ترى مجرد انه يعني انا راح هسه اجاوبك عليه بخدمتك هسه راح اجاوبك عليه ان شاء الله شكرا لك ولاتصالك ممنون طبعا نكمل موضوع الاجابه للاخوان الاخ عبد انا جاوبت على موضوع الغرامات شنو اللي يسوي عده ثلاث اجراءات يا اما يسددها هو يا اما يسددها الشخص اللي هو مغرمينه بوقته او يروح الى القضاء وهو الاختصاص والفيصل ما بين المواطنين بالامكان يشتكي ويقدم دعوه على موضوع الغرامات وهنا البائع راح يكون ملزم على اعتبار هي الغرامات بوقته وحسب القرارات اللي راح تصدر من المحكمه شنو الاجراء احنا راح نكون بالخدمه. موضوع عبد جعفر يقول الستائر والغرامات اللي موجودة عليها طبعا وفق القانون التضليل والستائر غرامتها 200 ألف دينار
المركبات الخصوصي بالتحديد والأجرة تغرم، ولكن عندنا الباصات بعض الأحيان وكثير من الأخوان في مديرية المرور يسمحوا لهم. ليش؟ على اعتبار أنه هي مخصصة لعدد كبير من يعني من المواطنين، أيضا مسافات بعيدة ومحافظات، لذلك يسمحوا لهم بموضوع الستائر، وهذا من باب الحالة الإنسانية. عندنا الأخ أبو علي يقول للسيد الخدمي منطقة الزبيلية، راح نتواصل مع الأخوان في قيادة الشرطة وإن شاء الله ما يقصرون بهذا الطلب. عندنا الأخت أم علي تقول سيارة من 2014 ولحد الآن محجوزة وصاحبها ما يقبل يسدد، أكو مشكلة بهن. يا أخوان المركبات اللي محجوزة هنا، هاي المركبة عائديتها والملك عائد إلى المصرف لحين إكمال التسديد، يعني إذا ما كمل التسديد فهنا المصارف لهم حق بحجزها وإيقاف نقل الملكية وتفاصيل إجراءات القانونية بحق المخالف اللي ما راح يسدد لهم. ليش؟ على اعتبار أكو شروط مبرمة ما بين المستفيد ما بين المصارف. احنا كمديرية مرور احنا يعني عملنا هو إدارة نقل الملكية، إذا كانت ما بها مشكلة فبالإمكان أنه يعني نكمل إجراءاتها وننقل ملكيتها، بس إذا أكو مشكلة إذا بها قرار من المصرف الجهة المسؤولة عن حجز المركبة والجهة الثانية اللي هي المحاكم، فبهاي الحالة هنا راح تكون مديرية المرور ملزمة بتطبيق هذا القانون. عندنا الأخ حسين يقول السنوية إذا المركبة منتهية مدة النفاذ مالتها، هنا يعني تقدر تكمل إجراءاتها بأخذ المركبة إلى مديرية المرور تفحصها وتكمل إجراءات نقل الملكية، عفوا تجديد الإجازة السنوية. المبلغ اللي موجود في مديرية المرور ما يتجاوز 120,000 دينار. عندنا الغرامات يقول ما عليها غرامات، منطقة البوبيات بالتحديد، هذا صار أكثر من اتصال بأكثر من حلقة، موضوع البوبيات نعيد ونكرر به أنه أكو مشروع جديد راح يطبق بمدينة كربلاء منطقة البوبيات بالتحديد. هذا المشروع هو تغليف المنطقة يعني النهر كله، ويكون سايدين نظاميين بهن استدارات وبهن إنارة كاملة مكملة، وإن شاء الله يعني مثل ما وعدتكم أنه ناخذ تقرير، ولكن بهاي الحلقة ما قدرنا نتواصل مع السيد حسن الشريفي مدير البلدية على اعتبار عدة التزامات وتعذرنا بهذا الخصوص، إن شاء الله بالأيام الجاية. موضوع القرارات اللي ذكرتها، لا هاي القرارات نشرتها بعض البيجات وهي مو صحيحة. مديرية المرور قانونها واضح، قانون 8 سنة 2019، الغرامات بها 3 أنواع اللي هي وفق المادة 25 50,000 دينار و100,000 و200,000 دينار، كل مخالفة لها نص قانوني. عندنا الأخ أبو محمد من البصرة يقول حزام الأمان إنه لازم أني أطلع من البيت ألبس حزام الأمان، إنه الشخص اللي بصفي أكو حملة بهذه الفترة بهذا الوقت والأيام اللي مضت بكل المحافظات موضوع حزام الأمان، ليش مديرية المرور بدأت تتأكد على هذه المخالفة وتتابعها؟ التأكيدات هي بناء على كثير من التحليلات اللي صدرت بخصوص الحوادث المرورية، عندنا حوادث مرورية في كل المحافظات، بعد ما جرينا التحقيق بهذه هذه الحوادث لقينا مخالفة حزام الأمان هي سبب رئيسي بكثير من الحوادث وأضرارها والوفيات اللي موجودة. ليش؟ لأن حزام الأمان اليوم لو السائق يرتديه يقلل ويخفف من الحادث 50% أو أكثر من الإصابة اللي موجودة، لذلك شوف كثير من الحوادث أنه السائق يطلع من الجامعة والسائق يتحول مو بمكانه يروح بمكان ثاني ويتحرك من ينتقل بصفه او للخلف، هنا هاي كل هالمشاكل تصير اذا كان السائق ما ملتزم بارتدائه لحزام الامان. عندنا الاخ ابو مصطفى يقول تجديد السنويه اذا رقم الماني، طبعا كل المركبات بكل انواعها نقل الملكيه تجديد السنويه تغيير البيانات بالمحافظه اللي انت بيها ببطاقه السكن ممكن. ليش؟ لان النظام الماني ويستوعب ويستقبل تغيير البيانات ونقل الملكيه وتجديد السنويه، فبامكانك تراجع لمديريه المرور المجمع الوطني وتكمل اجراءات قبل لا تبدي باي تعليمات، تروح شعبه الماركر. اي مواطن عنده مركبه
تسجيلها مو نفس المحافظة، يعني هو من سكنة كربلاء على سبيل المثال وسيارته رقمها بغداد، قبل لا يسوي أي معاملة يأخذ السنوية ويروح إلى المجمع الوطني، أكو شعبة اسمها الماركر، هاي الشعبة هي مختصة عن تدقيق أوليات المركبات، بالإمكان أنه يدقق أوليات مركبته، إذا بيها نقص بالأرشفة بالأوراق اللي موجودة قبل لا يسوي معاملة يتأكد من عندها، إذا ما بيها شيء هنا روح سوي عقد وكمل إجراءات حتى لا تخسر فلوسك وبعدين يقولوا لك بيها مشكلة، أول مرة تأكد من عندها وبعدين سوي المعاملة مالتك. موضوع المطبات اللي ذكرتها في ميثم التمار، هاي المطبات طبعا هي بناء على موافقات صدرت من مديرية البلدية لشعبة هندسة المرور. للتوضيح المطبات مو على المرور، البلدية هي اللي تسويهن، اكو شعبة اسمها بالبلدية اسمها هندسة المرور، سواء كانت في البلديات او في مديرية الطرق والجسور او في امانة بغداد اللي هي العاصمة الحبيبة بغداد، فهذه الجهة هي اللي مسؤولة عن وضع المطبات، اكو تنسيق مع المرور على اعتبار انه هذا المطب اللي راح يخلونه او راح يرفعونه ب يعني جانب ايجابي للناس او بفائده للناس او بمضره، هنا أنا رجل مرور هو راح ينطي رايه بهذا الخصوص. عندنا يقول ابو ياسر من بغداد، يقول الشركه العامه، يقول انا رقمها السياره قديم، انه احول الرقم للرقم الجديد او انتظر التعليمات اللي باللوحه الانجليزيه؟ كمديريه مرور بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبيه لحد الان ما عملنا به تعليمات، ما عدنا به، اكو يعني اكو 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 يعني بهذا الخصوص يعني توجه كبير ومتابعه من قبل السيد مدير عام المرور، ولكن لحد الان المشروع ما انطلقنا به، ننتظر ايش وقت ما ينطلق احنا راح نخبركم. عندنا الاخ علي يقول مدخل باب بغداد، استاذ علي هذا المدخل انا ذكرت لك انه عندنا مشكله بموضوع المطبات، المطبات بعد اعاده التاهيل ما رجعنا المطبات يعني بصوره كبيره جدا، ولكن بعض الاماكن حددناها على اعتبار هي بحاجه كبيره جدا لهذا المطب. موضوع المطب قرب المدرسه نعم مهم جدا، ليش؟ لانه هذا الشارع صار اكثر من مسار، تقريبا 5-6 مسارات، وهذا سبب لنا زياده بالسرعه. اشتغلنا هذه اللي هي صبغ وفواصل، وطبعا فادت هذه يعني الفواصل، ولكن تحتاج الى بعد ارشادات من قبل الاخوان في هندسه المرور. عندنا الاخت ام حسين، الشارع اللي هو منطقه الوفاء هذا لحد الان راح نتابع ويا الاخوان في البلديه ونشوف شنو الاجراءات اللي عندهم، انه مدروج ضمن الخطه او بعده، وان شاء الله نخبركم بالحلقه اللي جايه. عندنا الاخ ابو علي يقول شارع القريشي والمطب اللي مقابله ايضا راح نتابع لك اياه. الحائز الثالث للاخ ابو علي من ذي قار، الحائز الثالث لحد الان يعني وفق القانون الاخير اللي صدر انه المحكمه هي مختصه بهذا الموضوع وهي اللي تنطي موضوع الحائز الثالث. عندنا الاخ ابو حسين يقول شارع الجاهز والتحدي، هذا ايضا راح اتواصل ويا المهندس المقيم. عندنا الاخ موسى، تسجيل السيارات الغير اصوليه هذا متوقف ما به اي تعليمات جديده لحد الان. المواطن له حق، نعم المواطن له حق، ومديريه المرور كل عملها سواء كان بالميدان او بالمقرات فهي لخدمه المواطن، على اعتبار القانون المرور هو قانون خدمي، اذا كانت موضوع الغرامات فهي الغرامه للمخالف مو للشخص الملتزم، اي شخص ملتزم ما راح يتغرم، وعندنا كثير من الاخوان هم ملتزمين وما عندهم اي مخالفه مروريه، لذلك نقول المخالفين يجب ان يحاسبون على اعتبار انه الطرق هي ملك عام وملك للناس، فلذلك نقول يا اخوان انه انتبهوا لقانون المرور، انتبهوا لحركتكم بحركه السير والمرور اللي موجوده بالميدان، على اعتبار انه اليوم اي شخص مخالف راح ياثر على حركه السير والمرور، راح ياثر سلبا على المواطنين، فمديريه المرور هي ملزمه ان تطبق القانون حتى تحمي ارواح الناس وتحمي المواطنين. طبعا انتهت الاسئله اعزائي المشاهدين، ووقتنا شارف على الانتهاء، طبعا ما بقى لنا الا ثواني. موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الدراجات والتخفيض الاخير اللي حصل على موضوع الصك الخاص بالرسوم،
ان شاء الله اذا وصلت التعليمات حاليا يعني مديرية المرور عندها تعليمات بهذا الخصوص، فالحلقه الجايه راح تكون مخصصه للدراجات، راح نتناول بها شنو الرسوم اللي تخفضت وشنو الاجراءات اللي ممكن يسويها المواطن حتى يحصل على لوحات خاصه بهذه الدراجات. فانتظرونا ان شاء الله بالاسبوع القادم بحلقه متميزه ومهمه جدا، وهي فقره تخص عمل الدراجات بكل المحافظات ان شاء الله. الى ذلك الحين فانتظرونا، كنت انا معكم في الاعداد والتقديم الرائد الحقوقي رياض عبيس الحمداني، مدير العلاقات والاعلام في مرور كربلاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.